إذن نبدأ فقرات برنامجنا اليومي للملتقى القيادات الليبيات المنعقد في هذه اللحظة في فندق كورنتيا قاعة لبدة تحديدا بالعاصمة الليبية طرابلس. مرة أخرى أهلا وسهلا بكل الحضور، ونشكر كل من لبى دعوة الحضور لهذا الملتقى. نبدأ بآيات من الذكر الحكيم تتليها على مسامعنا القارئة فاطمة معيقل، فلتتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ما زلنا مستمرين في تقديم فقرات البرنامج العام لملتقى القيادات الليبيات. الآن مع نشيد الوطني. الشكر والتقدير للفرقة الموسيقية التابعة لمراسم وزارة الداخلية على مشاركتهم لنا في هذا الملتقى، ملتقى القياديات الليبيات. مرة أخرى نرجع إلى عرض فقراتنا الآن مع العرض المرئي عن ملتقى القياديات الليبيات. نسمو الممكن حتى نسمو معايا في المجال مهمة.
رئيس مجلس الأمناء بجامعة الرفاق مؤسس جامعة الرفاق حامية خاصة من سنة 96 ومستشار تحكيم دولي. معكم الدكتورة حكيمة صغير مدير دعم التمكين المرأة بجامعة أجدابية عضو تدريس بجامعة أجدابية صفتي في هذا الملتقى المستشارة بالقياديات الليبيات في اللجنة التحضيرية العليا في الملتقى تحت قيادة الدكتورة ليلى السويسي نسأل الله التوفيق لها لجميع القياديات المخضرمات. مميز عبد عبد عضو في تدريس متعاون في جامعة طرابلس وجامعة صبراتة مدير وحدة الدعم التمكيني المرئي لمكتب الثقافة سرمان نشطة حقوقية وإعلامية سابقة. سامية الشعافي مديرة علاقات عامة لعبة جودو سابقا أول من درب الفريق الوطني البنات في السابق حاليا أنا نشتغل مندوبة التعليم الدولي ناشطة في المجتمع المدني. سعاد عثمان الغدامسي مدير دعم تمكين المرأة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. كل من تحب تتعرف علي تفتح صفحة الفيس تكتب ليلى سويسي في الجوجل ولا في الكاد تلقى الكثير من الشهادات والتكريمات العالمية والدولية والعربية والليبية واللي أنا فخورة بها واللي هي حترد على أي شائعات. من نلت أول وسام الذهبي على مستوى الدول العربية على أكثر من يعني حوالي 1000 سيدة اختارها قيادية واخذت على مستوى الدول العربية والأوروبية وسام سفيرة السلام والمصالحة. كنت أول رئيس تحرير لصحيفة في ليبيا صحيفة الشرق. الآن الكلمة إلى رئيسة اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى دكتورة ليلى سويسي فلتتفضل. نرحب بمعالي وزيرة المرأة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي وزيرة العدل اللي قادمة في الطريق يعني تواني ممكن توصل ومعالي وزير التعليم والسيد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات أهلا بك والسادة نواب مجلس البرلمان الليبي والعضوات المميزات اللي حضروا اليوم والأعضاء اللي جونا أيضا من المنطقة الشرقية والجنوبية من مجلس النواب عدد من أعضاء مجلس الدولة نرحب بممثلي السفراء والدبلوماسيين وضابطات الشرطة المميزات أيضا نرحب بممثلين المنظمات الدولية وبالقنوات الإعلامية المتعددة والشكر والتبجيل لمراسم وزارة الداخلية إذا نسيت أحد الجهات فاعذروني أقف أمامكم اليوم وهناك نساء
ما زلنا يبكينا وجع الفقد، وأخريات يقطعنا ألم الانتظار. أقف أمامكم اليوم ونساء يقمن بتصميم الغد من خلال أجيال تأتي وتكبر مدججة بتطلعاتها الكبيرة. أقف أمامكم اليوم محملة بحلم شاهق في وطن يليق بشعب عظيم. ما يميز هذا التجمع النسوي النخبوي وما جمع نخبة ليبيا من نساها القياديات الموجودات حاليا في القاعة هو حب الوطن. حب البطن الوطن بغض النظر عن الانتماءات والمسميات التي نرفضها جملة وتفصيلا. تجمعنا ونحن طامحات لإيجاد رؤية واقعية لمشروع حقيقي من المفترض أن ينبثق منكم كنخب ليبية مهما اختلفنا وتناقضنا نحو خطاب شركاء في وطن يجمعنا. هذا الجمع الكريم يدعو إلى لم الشمل وعدم تخوين أي طرف، ونهجنا هو لا أقصى لأي أحد أو توجه أو فكر. الوطن بحاجة لكم جميعاً فلا تبخلوا. نسأل الله أن يصلح حالنا وأن يلم شملنا ويوحد كلمتنا. شكراً لكم جميعاً وشكراً على حسن الاستماع. أتقدم بالتشرف بمنادة السيدة معالي وزيرة المرأة لتلقي كلمتها، يليها السيدة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية لتلقي كلمتها. شكراً لاستماعكم. الآن مع كلمة معالي وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة حورية طرمال، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على إمامنا ورسولنا محمد صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه الأطهار. السيدات والسادة، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الأفاضل، السيد معالي وزير التعليم العالي، السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة العدل، السيد سعادة وكيل الخارجية، السيدة الفاضلة ليلى السويسي المؤسس لهذا الملتقى، السيدات الفضليات فناناتنا قيادياتنا الليبيات الرائعات ضابطاتنا حارسات الوطن، كل الحضور الكريم، السادة ممثلي البعثات الدبلوماسية، سيداتنا الفضليات، ممن استجبنا لنداء الوطن والواجب الوطني، وممن سمعنا أصداء نضالهن لأجل قضيتنا في ربوع أرضنا الطاهرة ليبيا. باسمي واسم حكومة الوحدة الوطنية، أنا وزيرة الدولة لشؤون المرأة، أقدم جل عبارات الترحيب والتي لا تكفي بحق مقامكن وبحق الرسالة السامية التي حضرتنا على إثرها اليوم لهذا الملتقى الأول والتأسيس للقياديات الليبيات والمنظم من قبل شبكة اتحاد مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار حقوق مشاركة قيادة. أما فقد اجتمعنا وإياكم في رحاب هذا المحفل لا بغاية في النفس أعظم من الوصول لاستقرار وطننا المنشود والعمل على تكاتف الجهود معا لبلوغ هدفنا سيدات ليبيا الذي طال له السعي. وانطلاقا من أن غايتنا هي العمل بكل جدية ووضع الخطط والبرامج للمساهمة في التنمية المجتمعية عبر الدفع بالمرأة الليبية للمشاركة في العمل المدني وتقديم جل ما لديها بمساهمتها في صنع القرار وتحليل مشكلات الأمة الليبية بمختلف مكوناتها وفصائلها.
تلك الأمة التي عاشت معاناة فاقت العقد من الزمان، وجرحت جروحا بالغة، وهددت في سيادة ووحدة أرضها، كما دست من خلالها الأيادي السوداء ثرواتها وزرعت بين أبنائها مختلف بذور الفتن. وهنا كان لابد لنا من أن نمد الأيادي لبعضنا البعض للمضي بمحبوبتنا ليبيا نحو سبل الاستقرار وطي صفحات الماضي التي رسمت حقبة دامية في تاريخ الوطن، وبذل المساعي لبناء مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، ذلك المستقبل الذي تكون فيه المرأة شريكة في عملية البناء الوطنية بدعمنا لها في نضالها المستمر لتحصل على حقوقها المشروعة وعلى رأسها أمنها وتمكينها للمشاركة في مختلف الأصعدة والمجالات خدمة للوطن والمواطنات. ومن جانبنا نؤكد على مساعينا لدعم كل مبادرة من شأنها الدفع بالنسوة الليبيات للوصول للمرحلة التي طال انتظارها. فكلنا لليبيا أبناء مهما اختلفنا أو تخالفنا مع أشقائنا في الوطن، وكلنا في عشقها حلفاء مهما تعددت رسائلنا وأوجه تفكيرنا، وكلنا أمل بغد مشرق يسود فيه الحق ويقام فيه العدل وتصان فيه الحريات، ويظل ظهور المرأة الليبية بالمظهر المشرف محليا ودوليا، المرأة الليبية الصابرة التي تسعى للسلام والتقدم والشراكة والبناء في هذا الوطن، متحلية بكل ثبات بتوابت شريعتها السمحاء ودينها الذي استوصى بها خيرا وجعلها بابا من أبواب الجنة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. شكرا معالي وزيرة الدولة لشؤون المرأة على هذه الكلمات التي دعمت المرأة حقيقة. الآن ما زلنا في تمثيل حكومة الوحدة الوطنية في الآن مع السيدة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة وفاء الكيلاني، الكلمة متروكة لها إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة أعضاء مجلس النواب، السادة أعضاء مجلس الدولة، السادة الوزراء، السادة الوكلاء، السادة والسيدات الحضور من جميع ربوع ليبيا الحبيبة، القياديات الليبيات، السيدات أعضاء المجالس البلدية، السيدات قياديات المجتمع المدني، كذلك السيدات رئيسات أو مدراء مكاتب تمكين المرأة بالوزارات، وكذلك ممثلي الهيئات والمؤسسات الأخرى، كلكم باسمه وصفته سعيدة جدا اليوم بهذه الدعوة الكريمة من السادة ليلى السويسي وكذلك وزيرة الدولة لشؤون المرأة وجميع القياديات الحاضرات معنا اليوم. نتمنى التوفيق لمجهودات هذا الملتقى، كذلك أؤكد على أهمية مشاركة الجميع من أخواتي من صاحبات الهمم، كذلك المهاجرات الليبيات المتزوجات من أجانب في إخراج توصيات هذا الملتقى. أؤكد على أن المرأة الليبية لها تاريخ من النضال الحقيقي منذ القدم جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، وهي تحقق المزيد من الإنجازات وتحقيق الطموحات بفضل الله. أعتقد أن تمثلت المرأة تمثيل جيد في حكومة الوحدة الوطنية، ولا زالت تحقق العديد من الإنجازات. نحن جميعا شركاء في هذا الوطن، نوحد الجهود، نتطلع لرسم خارطة طريق نسوية تساهم أو تكون هي الركيزة الأساسية
للخروج بالوطن إلى بر الأمان لتحقيق المزيد من السلم والأمان المجتمعي لبناء بيئة أسرية مستقرة ثابتة متماسكة. كذلك لا أنسى أن أرحب بفنانين الكرام، مشايخنا الكرام الحاضرين اليوم. مجدداً أتمنى التوفيق لمجهودات هذا الملتقى، وأؤكد على مشاركة الجميع دون إقصاء وتهميش، ونتمن جهود كل القائمين عليه، ونتمنى المزيد من الملتقيات التي تصب في وضع خارطة طريق نسوية ومسيرة نسوية للمرأة الليبية بمجهوداتنا جميعا إن شاء الله، وشكرا لكم. الآن مع داعم المرأة الرئيسي هو الرجل. الآن كلمة وكيل السيد عمر كتي، وكيل الشؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، فليتفضل مشكور على هذه المساندة لأخته المرأة الليبية. شكرا لك. صفيقة حارة بالله، الرجل بيسندنا في يومنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير جميعا، شكرا على هذه المقدمة، إن شاء الله بإذن الله تكون دافعا لنا لدعم نصف المجتمع اللي هو المرأة. في البداية أحيي الأخوة القائمين والأخوات القائمات على أعداد هذا الملتقى، وأحيي معالي وزير الشؤون الاجتماعية دكتورة وفاء، وأحيي أيضا للأخت معالي وزير الشؤون المرأة دكتورة حورية، وأحيي السادة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة وكل الفعاليات والقيادات النسائية والحاضرة اليوم، وكل القادة الداعمين لهذا الملتقى. أولا أنا عندي كنت مجموعة من الملاحظات حكيت مع الأستاذة ليلى اللي هي ايضا نشد على ايديها وعلى يدها في العمل على دعم القيادات النسائيه في ليبيا، ونعتقد ان حان الوقت للعمل ليس فقط من اجل اعطاء المراه بعض الحقوق، ولكن للغوص اكثر في موضوع تمكين المراه. ما هو التمكين؟ ليس فقط ان نضع مراه في مكان ما، ولكن الهدف هو ان نضع المرأة القادرة الواثقة التي تستطيع أن تنجز، وليس فقط لاحتلال كرسي أو تكون هي في مكان ما، ولكن يجب أن يكون لدى هذه المرأة أيضا القدرة على القيادة والقدرة على العطاء والقدرة على ملء المكان اللي هي تتأهل له. فنحن أكثر من 30 سنة ونحن نسمع عن تمكين المرأة وحضور المرأة ودعم المرأة. الآن يجب أن نتجاوز، أن نكون لا نبحث عن الكم ولكن نبحث عن النوع. هذا المطلوب الآن هو بناء القدرات لدى المرأة وليس تمكين المرأة. أن تمكن إنسانا دون أن يكون مؤهلا لشغل هذا المنصب ليس هو هذا الهدف، ولكن تمكين المرأة عبر بناء قدرات، عبر تحديد أولويات، عبر صقل المواهب، عبر برامج حقيقية، ليس فقط نلتقي لنتبادل الكلام ونتحدث عن المرأة ودور المرأة. الإسلام وقالها من قديم، وشعراءنا وموروثنا الثقافي يقول عن دور الأم في المجتمع، وعن شعبا طيب الأعراق طاحت الأم مدرسة إذا عددتها. هذه هي المدرسة اللي نبحث عليها، أعددت شعبا أو طيب الأعراق. فهذه هي الآن المدرسة، ما الهدف من المدرسة؟ هو البناء، هو بناء القدرات. ولذلك يجب علينا عندما نريد أن نعطي أحدا موقعا يجب أن نؤهله، وإذا كانت المرأة قد احتلت هذا المكان مكانتها في المجتمع الليبي وفي المجتمع العربي وفي العالم عبر دورها كأم وكمربية وكصانعة أجيال، يجب عليها أن تكون. الآن يختلف الوضع، الآن ليس كل شيء يسير عبر
عبر الطبيعة، ولكن لا بد من بناء قدرات خاصة لمواجهة هذا العصر، لأن هذا العصر ليس عصر أن كل شيء ماشي بالطبيعة، ولكن يجب علينا أن نبني قدرات هؤلاء السيدات وهؤلاء النساء لمواجهة تطورات العصر والاحتلال مكانتهن بجدارة. الكثير من الكلام لدينا احنا في وزارة، انا بتكلم اليوم بشكل عام، ولكن كوزارة خارجية نحن مع دعم المرأة، مع التعاون الدولي في دعم المرأة، مع دعم المرأة في تولي مناصب قيادية، مع في تمثيل ليبيا، في الاستفادة من البرامج الموجودة على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى المنظمات الدولية والإقليمية. فيما يتعلق بنقطة المجتمع المدني، انا اريد ان اتحدث عن المنظمات الأجنبية العاملة في ليبيا. يجب أن تتوخوا الحذر، ليس كل ما يلمع ذهبا، هناك الكثير من المشاكل التي نواجهها بسبب وجود هذه المنظمات غير الحكومية التي تعمل في ليبيا. يجب أن نتكاتف معا، ليس فقط وزارة الخارجية، ليس فقط الأجهزة المختصة هي التي عليها أن تضبط منظمات المجتمع المدني الأجنبية. أريد أن أؤكد أو أن يكون شعاركم المجتمع الليبي أولا، المجتمع الليبي وثقافته وقيمه وأخلاقه أولا، من أجل أن نكون قادرين على أن نصد هذه الهجمة التي تواجهها ليبيا عبر منظمات دولية. نحن لا نشكك في كل المنظمات، ولكن هناك من يستغل هذه الفجوة الموجودة في دخول المنظمات الدولية بشكل واسع إلى ليبيا، يسبب لنا ربكة في أخلاقنا، في موروثنا، تشكيك في معتقداتنا. عليكم أن تكونوا حذرين، خاصة العنصر النسائي، خاصة السيدات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني للرجال من النساء قد يتم دس السم في العسل، ليس كل ما، مثل ما قلت لكم، ليس كل ما يلمع ذهبا. علينا أن نكون حذرين، أن نتواصل مع بعضنا، أن يكون هناك وسائل اتصال بين وزارة الخارجية وبين هذه المنظمات المحلية والمنظمات لكي نصوب بعضنا البعض ونصنع مستقبلا أفضل لبلدنا. كونوا حذرين في هذا الإطار، نحن على تعاون تام مع وزارة الداخلية ومع مفوضية المجتمع المدني ومع وزارة المرأة ومع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع كل القطاعات العاملة في هذا الإطار. ولكن أؤكد لكم جميعا، باعتبار الآن أنتم قيادات وصفوة المجتمع النسائي في ليبيا، يجب عليكم أيضا مسؤولية كبيرة في تحمل في هذا الموضوع. الموضوع شائك ويسبب أرق لكل صنع قرار في ليبيا، ويجب أن تكونوا حذرين، لأنه يدخل الكثير من الفوضى إلى مجتمعنا. أنا أستغل هذا المنبر لأؤكد على ذلك. قد لا يكون هذا الموضوع هو موضوعكم اليوم، ولكن أستغل كل المنابر لأن أشرح لأهلنا ولناسنا ولقياداتنا النسائية هذا الموضوع، لأهميته ولآثاره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على مجتمعنا. ومن هذا المنطلق أنا دائما أستغل هذه المنابر لكي أتحدث إليكم وأتحدث لأهلي وناسي في هذا الموضوع، لكي نكون قادرين على مواجهتها. وأنا أشد على يديكم، وأنا دائما مشجع للمجتمع المدني وللمجتمع وللمنظمات العاملة. أشكركم مجددا وأسف للإطالة، أريد أن أتحدث إليكم دائما بعفوية بدون أي أوراق لكي يلامس هذا الكلام قلوبكم ومشاعركم وأعمالكم. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. ما زلنا عبر كلمات البرنامج العام لملتقى القياديات الليبيات في هذا اليوم العظيم. ما زال لدينا ضيوف حضروا الآن، وما زال يلتحقوا بالسادة الحضور. الآن الكلمة متروكة إلى كلمة امرأة مجلس النواب الليبي، فلتتفضل السيدة الدكتورة سعاد الشلي. تفضلي دكتورة. صف. المرأة أينما يتواجد الرجل تتواجد المرأة. شفنا تشكيلة الحكومة، الآن جينا لتشكيلة مجلس النواب. تفضلي دكتورة. خليك قريب من القنوات. ماشي. أسعد الله ظهيرتكم جميعا، حياكم الله وحيي هذا الجمع الطيب، وأتمنى بحضوركم إن شاء الله التوفيق في مسعى هذا الملتقى.
الشكر الجزيل لأختي العزيزة أستاذة ليلى سويسي والفريق العامل معها اللي عملوا بصمت وبجد واجتهاد حتى يصلوا بهذا الملتقى إن شاء الله إلى الهدف المنشود بإذن الله تعالى. كما أشكر أخواتي العزيزات السيدات الوزيرات الأخت وزيرة شؤون المرأة شؤون الاجتماعية شؤون العدل أنه بفعل مدوا يد العون والمساعدة بكل ترحاب لهذا العمل الطيب. أشكر كل من ساهم معنا من الرجال بحسه ودعمه المعنوي وحضوره اللي دفع هذا الملتقى إلى الأمام. نعم أنا الملتقى يشيد إلى القيادات وأنا هنا أركز على كلمة القيادات لأن المرأة الحمد لله الآن المرأة الليبية قد تبوأت عدد كبير من المراكز في الدولة ولكن ما زالت العدد أمام الرجال قليل. نتمنى بالفعل أن يكون العدد يزداد أن يكون هناك أكثر قياديات في كل مؤسسات الدولة وبذلك نحن محتاجين إلى الجد والمثابرة والكفاءات حتى بالتالي يكون المرأة لها الحق في هذا المكان. يجب أن نسعى جميعا وخصوصا الشابات اللي هم الآن في طور الإعداد أن هم يكون عندهم هدف سامي ألا وهو قيادة مؤسسات الدولة. يعني دائما إحنا القيادات عند الرجال فالآن دور المرأة لازم يكون قيادي في مؤسسات الدولة سواء كان في الداخل أو الخارج. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن جئنا إلى عرض مقطوعة موسيقية على آلة البيانو للسيدة أو الأستاذة عائشة الفرجاني فلتتفضل. المرأة دائما مبدعة في كل المجالات الآن مجال الموسيقى. تصفيقة حارة بالله لو سمحتوا. شكرا لكم.
كلمة السيدة وزيرة العدل دكتورة حليمة البوسيفي، فلتتفضل. مشكورة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. تحية للسادة والسيدات الحضور جميعا. يسعدني ويشرفني أن أكون بينكن هذا اليوم، وأنتم تفتتحن فعاليات المؤتمر الأول تحت شعار حقوق ومشاركة وقيادة. وإذ أعبر لكن أصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة الوحدة الوطنية عن دعمنا الكامل لكن، وأشيد بالجهود التي بذلت للتجهيز والإعداد لهذا المؤتمر الأول من نوعه في ليبيا، والذي نتمنى له النجاح جميعاً. السيدات الفضليات، بلدكن ليبيا في أمس الحاجة لدوركن سيما في هذه المرحلة الحساسة، فالمرأة تعلم وتربي، والآن نقول بصوت واحد وتقود، نعم وتقود. وكأول وزيرة للعدل في ليبيا، والحمد لله، فإن ليبيا أثبتت وفي الوطن العربي كذلك، فهي ليبيا تثبت أنها تنجب الأفاضل والفضليات دائماً، أن الحقوق رهينة بدور المرأة الفعال، وهي ليست منة من أحد، وأن المشاركة متاحة في كل المجالات، والقيادة تتطلب من المرأة الحضور الفاعل في المشهد السياسي، وأن أبرز القياديات اللواتي يمثلن المرأة خير تمثيل، ويدفعنها لتتبوأ المكان التي تستحق. وكل ثقة في قدراتكن وحبكن لليبيا، فالكوادر العلمية والخبرات النسائية هي نتاج الدولة بنا منذ أزمنة بعيدة، وإنني من هنا سوف نسعى في دعم المرأة في تمكينها في كل المجالات التي تناسبها، وندعو معا على تكوين أمهات لتكون ليبيا تبني مستقبلها الزاهر إن شاء الله. وفي وزارة العدل نعمل على مشاريع قوانين تدعم مخرجات التعليم لسوق العمل، وكذلك تدعم اقتصاديات الأسرة للحياة الأفضل، وأننا ندعم المصارحة والمصالحة، وأن 50% هي معتمدة على المرأة، فهي الأخت، وهي الإبنة، وهي الزوجة، وهي الأم، ولها دور كبير في دفع سند للرجال للمصالحة والسلم والسلام، الذي لا شك أنه هو الواحد الذي أو الوحيد الذي يبني الأوطان، الوطن الذي نحييه نحن بجدنا ومثابرتنا ومنحنا له السلام الدائم. حفظ الله ليبيا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نستمع جميعا إلى مقطوعة موسيقية على آلة القانون الشرقي، طبعا للعازفة حسناء التوغي. صفقوها سفيقة حارة. شكرا لكم. Thank you.
شكرا لك سيدة أسماء التورغي، مشكورة على هذه المقطوعات التي قدمتها، صراحة أتحفتنا. الآن وصلنا إلى فقرة التوصيات، فلتتفضل السيدة الدكتورة حليمة عبد الله المبروك مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة جدابية، كذلك السيدة الأستاذة نور الهدى عبد الرزاق مدير المكتب القانوني بإدارة المنافذ البرية، كذلك الأستاذة خديجة عبد السلام النكاع رئيس اتحاد نساء الجفرة وتكت الفزان. طبعا حيقروا التوصيات. بالله الجميع الحضور، نتمنى قليلا من الهدوء وكثيرا من الاستماع حتى تستمعوا لتوصيات الملتقى هدايا. شكرا لكم. السلام عليكم. نعلن الآن عن التوصيات للملتقى القياديات الليبيات، ومن هذه التوصيات وملخص التوصيات ما يلي: أولاً، المطالبة بعدم المساس بالسلطات القيادية أو التدخل الأجنبي بسيادة الدولة الليبية في الشأن المحلي الخاص بالمرأة الليبية من القوى والمنظمات الدولية، ورفض القوانين والاتفاقات الدولية المخالفة للمبادئ الأخلاقية للمجتمع وللشريعة الإسلامية. ثانياً، الحث على التعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والكينونة للمرأة الليبية. ثالثاً، ضرورة إصدار قانون الجرائم الإلكترونية وتشديد العقوبات على المخالفين ومناهضة ومحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المخالفة للمبادئ الأخلاقية للمجتمع والشريعة الإسلامية. رابعاً، تعديل بعض النصوص القانونية والاستعانة بالخبرات القانونية النسائية فيما يتعلق بقضايا المرأة الليبية والمتعلقة بتكافؤ الفرص وتكليف النساء ذو الكفاءة في الجهات التشريعية أو التنفيذية دون تمييز ضدها. خامساً، المطالبة بصدور قرار عاجل بالمجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية أسوة بأغلب الدول العربية. التأكيد على ضرورة حماية حقوق المرأة من خلال تهيئة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتعديل النصوص القانونية والقرارات لتكون أكثر حماية لهن. دعم ومشاركة المرأة في المصالح الوطنية والاستعانة ببيوت الخبرة المجتمعية في خوض التجارب النسائية السياسية. وأخيراً، نوصي بالإعلان عن المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية. شكرا لاستماعكم. ذلك فضل الله. شكرا. الله وإياكم إلى ما فيه الخير. شكرا للأستاذات على، أو بالأحرى شكرا لكل النساء اللي شاركوا في هذه الحوصلة التي استمعنا لها الآن. الآن وصلنا إلى كلمة الشكر، فتفضل السيدة ليلى الأسطى لإلقاء هذه الكلمة نيابة عن المنطقة. السلام عليكم. قبل من نصل إلى فقرتنا الأخيرة، نحب أن نقدم الشكر والتقدير للجهات اللي ساهمت بشكل كبير واللي حضرت واللي كانت مساندة للمرأة القيادية. فنشكر السيدات والسادة النواب، نشكر معالي وزيرة العدل، الشكر لمعالي وزيرة شؤون المرأة، معالي السيدة معالي وزير شؤون الاجتماعية،
معالي وزير الاقتصاد، وكيل الشؤون التعاون الدولي والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية، ممثلين عن الدبلوماسيين، اتحاد طرابلس، رئيس مجلس الأمناء بجامعة الرفاق الدكتورة مهيبة فرانكا، عميد كلية الأعلام الدكتور خالد غولان جامعة طرابلس، الدكتور أحمد الشرقاوي عميد كلية الفنون جامعة طرابلس. القنوات الأعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، كل المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية اللي حضروا وشاركونا في هذا الملتقى. لا ننسى الدكتورة ألهام صالح الفرجاني على المعزوفة الموسيقية، عضو هيئة التدريس بكلية الفنون وفنانة تشكيلية. كذلك لا ننسى الدكتورة عائشة والأستاذة حسنة التورغي على المعزوفات الموسيقية واللي ساهموا معنا في هذا الحفل. كل السادة الحضور اللي شاركونا، كل القنوات الأعلامية، الضابطات، الممثل أو مدير المراسم الأستاذ عبد الباسط اللي كان لي دور كبير في التنظيم والفريق المساحب لي. لا ننسى الأستاذة الفاضلة والفنانة القديرة أستاذتنا خدوجة صبري. نشكر إدارة الفندق على المساهمة معنا، نشكر محل الورود اللي كانت ليه لمسة لطيفة في تقديم ومساهمة معنا في هذا الحفل. كل عضوات الملتقى وكل من ساهم معنا، كل الحضور الكريم، بارك الله فيكم، ونتمنى أن نلتقي في ملتقى آخر ونعتذر عن أي هفوات حدثت غير مقصودة. شكرا لكم على حسن الاستماع. الآن مطلوب من السيدة ليلى سويسي الحضور إلى خشبة المسرح أو ستيج. أيضا كذلك الأخوات اللي في اللجنة التحضيرية العليا فليتفضلوا. الكلمة الآن متروكة للسيدة ليلى سويسي. هو التكريم ممكن يكون قصير وممكن يكون قليل عن القامات الموجودة جميعها النسائية الموجودة هنا وأيضاً الرجال المساندين، لكن هي لمسة بسيطة من النساء القياديات للنساء المبادرات اللي كانوا ممكن أكثر مننا وأشجع منا وأجرأ منا، واللي كان لهم الحظ والتميز في أن يتقلدوا مواقع. أتمنى من السيدات النائبات أن يتفضلوا عشان يكرموا السيدات العضوات اللجنة العليا. عينة هي عينة من السيدات القياديات اللي حنكرموهم. بعدنا من السيدات النائبات لو سمحتوا مع عضوات مجلس النواب، نتشرفوا جدا بكم. والسادة النواب أيضا، دكتور خليفة لو تكرمت. عينة منكم، شكرا لهم طبعا جدا على المبادرة. دكتورة لو سمحتي. حضور السيدات النائبات صراحة جدا جدا مهم وجدا يسعدنا. مش وقت سلام صباح. عضوات اللجنة التحضيرية العليا فقط لو سمحتوا تجمعونا هنا. اللجنة التحضيرية العليا دكتورة مهيبة فرانكا لو سمحتي. أه
التكريم لكل سيدة موجودة هنا ولكل سيدة أيضا في منزلها مبادرة وإيجابية وقيادية، لكن نلتمس منكم العذر أن العدد يجب أن يكون محدود نتيجة الوقت، فإحنا حنكرم بعض السيدات. الآن تتفضل السيدة دكتورة حورية ترمال بتكريمها بدرع ملتقى القياديات الليبيات وسفيرة القياديات الليبيات. تصفيقة حلوة لمعالي الوزيرة. الآن السيدة معالي وزيرة العدل السيدة دكتورة حليمة البوسيفي فلتتفضل تكرم من منطقة سفيرة القياديات الليبيات. تصفيقة قوية لو سمحتوا. ما زال التكريم مستمر للسيدات الوزيرات. الآن تكريم السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة وفاء الكيلاني. من عنها يستقبل؟ تقوم باستلام درع السفيرات الليبيات عن وزيرة الشؤون الاجتماعية إحدى عضوات اللجنة التحضيرية العليا الشابة الجميلة نور الهدى. تكريم السيدة معالي وزيرة الثقافة اللي بلغتنا تحياتها واهتمامها ومتابعتها جدا، لكن لظرف طارئ لم تستطع هي وزيرة الخارجية معالي وزيرة الخارجية أيضا في متابعة دقيقة، لكن نتيجة السفر والظروف الخارجة عن الإرادة ما التحقوش بالملتقى. يبلغوكم تحياتهم، يتم تكريمهم ويتم استلام
درع السفيرات الليبيات من عضوات اللجنة التحضيرية العليا. تفضلي. وزيرة الثقافة السيدة مبروكة دوغي. شكرا. وتستلمها الدبلوماسية ليلى سويسي. ليلى لسطط تستلم الدرع. احنا اصحاب ديما يعني، معلش طول عمرنا نشتغل في المجال المدني مع بعضنا. حيوا الساده ليلى لسطى الدبلوماسيه الرائعه، تستلم درع وزيره الخارجيه. الان الآن مازال مستمر تكريم في نهاية هذا الملتقى، لكن قبل ما نستمر في التكريم نحب نشكر الجنود المجهولين اللي وراء الكاميرات، جنود الأعلام ونساء الأعلام، كل القنوات اللي حاضرة معنا، قناة ليبيا الرسمية، الإعلام في وزارة الداخلية، حتى اللي بالتليفون الخاص يعتبر إعلام، كل الشكر والتقدير لهم أيضا، شكرا لكم جزيلا. بعد هذا التكريم الآن تكريم السيدات الوزيرات إن شاء الله بإذن الله. ليلى ليلى عضوات اللجنة العليا يجون هنا شوية مع الوزيرات. السيدات عضوات اللجنة التحضيرية العليا التفضل إلى صعود إلى الستيج إن شاء الله. عضوات اللجنة العليا لو سمحتوا، عضوات اللجنة العليا الآن بعد تكريمنا للسيدات الوزيرات نجو الآن لتكريم عضوات اللجنة التحضيرية العليا لملتقى القياديات الليبيات. يمشوا من غادي، خليكم من غادي. الأستاذة التكريم الآن إلى السيدة الدكتورة ليلى سويسي رئيسة اللجنة التحضيرية بملتقى القياديات الليبيات. الآن يتم تكريم سفيرة القياديات الليبيات. في هذه اللحظات يتم تكريم السيدة الدكتورة ليلى سويسي رئيسة اللجنة التحضيرية بملتقى القياديات الليبيات ورئيس شبكة اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا وسفيرة القياديات الليبيات وصاحبة فكرة هذا الملتقى. كل الشكر والتقدير لها، كل الشكر والتقدير للأخوة الحضور. تصفيقة حارة لو سمحتوا. شكرا للسادة الحضور من مجلس النواب والسيدة والسيدات الوزيرات. شكر وتقدير أيضا للسيدة الفنانة الرائعة خدوجة صبري على حضورها، كل الشكر والتقدير لها، مش حننسوك احنا. وحتستلم درع الفنانات الليبيات. جيبوا درع الفنانات، احضار درع الفنانات الليبيات لو سمحتوا. نعم.
نقفوا صورة جماعية. الآن التقاط الصورة الجماعية لهذه الكسيفساء الجميلة من المرأة الليبية. الآن تكريم السيدات أعضاء مجلس النواب أو عضوات مجلس النواب. معنا السيدة عضوة مجلس النواب سارة السويح، منحها وسام سفيرة القياديات الليبيات. تكريم السيدة دكتورة سعاد الشلي عضو مجلس النواب الليبي، ومنحها وسام سفيرة القياديات الليبيات. وسام القياديات الليبيات. تكريم الدكتور
أو الدكتورة أسمى الخوجة ومنحها وسام، منحها وسام سفيرة المرأة للقياديات الليبية. السيدة الدكتورة نجاة شرف الدين ومنحها عضو، منحها وسام. الآن تكريم عضوة مجلس النواب السيدة فاطمة السويعي، ويستلم وسامها زميلاتها من عضوات مجلس النواب. هيا استادة ليلى. الآن تكريم السيدة الدكتورة مهيبة فرانكا واستلامها لوسام، وسام المرأة للقيادات أو القياديات الليبيات. سيدة خديجة قلتها. الآن تكريم الدكتورة السيدة مهيبة فرانكا ومنحها وسام المرأة للقيادات أو القياديات الليبيات. قيميهم غير قيميهم. أرجوك. الآن تكريم سفيرة القياديات في المجال الفني أو مجال الفن هي معشوقة الليبيين السيدة خدوجة صبري. تكريم السيدة آه
نكرمه بالنيابة على سفيرة الإعلاميات الليبيات السيدة فوزية الهوني اللي تضطرها ظروفها الصحية لعدم التواجد. طبعا الرجال اليوم مش هم مش مكرمين، هم وجودهم